طمنك إلهي يا خي. يعني الله يطمنك. إزراء الرجال لا من تمه ولا من كمه يا حرام. إبليك محمد لا تطول عليه. بعد ما اتصلت فيني أبو حمدي قلت أنا اتصلت بولاد أخي. لك شو صار معك لك صبحي؟ يا عمتي عبرن عبرن ما حدا عبرن شو بدي ساوي؟ إبليني بحمه منك. ألو. وبعدين يا أبو حمدي قلت لحالي هدول أولاد ما رح يعرفوا يتصرفوا. لك أنا الكبيرة تربتت إيدي وتلبكت. الحاصل وحملت حالي ورحت لعند الدكتور صادق جبته واجيت رغم انه كان عنده 3 زباين بالعياده تركهم واجا. الله يجزيك الخير ويجعل مأواك الجنه الهي. شو اخي اللي قلبه مدد ضعيف اختي دقات خفيفه بس في نفس. الله يطمنك الهي. المهم ام حمدي اجا معي. بعد ما اجا معي شو صار؟ جايتك بالحكي ابو حمدي وركض وراي المسكين. وصلنا على البنايه لقينا الاسانسير معطل. شو بدنا نعمل؟ طلعنا على الدرج وهو اضرب عم يطح وينح يطح وينح وانا من خوفي على اخي صرت استعجله. شو بدي اعمل؟ قلت له يا بنلحقه يا اما ما بنلحقه. وقف ليستريح قمت استعجلته مره تانية عم طاوعني. شو اخي شايفته احسن مو هذا؟ هو اختي ابعت لي حمى ان شاء الله. وصل معي لهون على اخر نفس حطيت ايدي على الجرس لرنه ولا انفتح الباب وطلع اخي بوشي. ساعتها ما تعرف شو بدي اعمل. التهيت باخي وولاد اخي ولا صبحي تعال هون ولي على عيونك اوام اللي شو وصلكم لما شفتوني ليش جبتوا؟ الو الو ما عم ردوا عمتي ما عم ردوا. شو الاسعاف هاد؟ شي بيرفع الراس ام حمدي لعيتي لي قلبي خلصيني شو صار؟ لك شو صار؟ التفت وراي فجأة ما لقيت لك إلا الدكتور متكوم بأرضه لا من تمه ولا من كمه وشه أصفر وغاطت على قلبه. أخي أبو صبحي تقبرني فرك له قلبه فرك له قلبه. ما عرفنا شلون دخلنا لهون وسطحنا محل مالك شايفه. ومن ساعتها صبحي عم يتصل بالإسعاف بس ما يردوا. وربحي حمل حاله ونزل يجيب الإسعاف. إلنا يا ربحي بيجيب الإسعاف يا أما صبحي بيلقطون على التلفون. أبو صبحي شلونه؟ شايفك ما في شيء. ردوا. الو
مرحبا اسعاف، تضرب ما اغلظك. ليك مو الى للاسعاف، سكر بوشي عمتي. يبليني بحمى من كتر ما التهجت ما سالت اخي على صحته. ابو حمدي تعا ساعد اخي شوي، انت ايدك خضرة، بركي الله بيرد له الروح. حكم هو قلبه من الله ما بيرد حدا. ورجيني إله يجعل مسواك الجنة ولي على قلبي. أشو المسلم أنوي جزيكوا يا إسعاف. فوت شباب، فوت فوت فوت، فضل فضل. أجروا أجروا يا شباب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هاي هي الضحية. أجروا أجروا على مهلك. شوي شوي جبناك يا عبد المعيد. على مهلك. سمو سمو لا على قلك شيل معي شوي. على هون شو جايب لي أنت رمكي؟ ليش مو جايبين دكتور يفحصوا هون بالبيت؟ طلوا راسه على الابلي. سيد خبرك يا حن، اول ما وصلت هون كان مدير المرآة مو جاي، وشباب ما فيهم يتحركوا بدون بونات البنزين تبعه، بس كان الدكتور موجود هون. بعد شوي اجالك مدير المرآة ومعه البونات. وقفنا عنا على الدكتور ما لقينا، دورنا عليه، قالوا لنا انه مرته اتصلت وهي عاوزه بيت ضروري. قلت لحالي ما بدها يا ربحي، طبيت الشباب واخذتهم بالسياره وعبينا بنزين وجينا لهون طيران. لا اله الا الله. اجوا شباب، اجوا شباب، اجر تؤجر. حط الشنطه بين رجلي عمي. على مهلك عليه. اجوا اجوا يا جماعه اجوا. كبر كوعك حبيب، كبر كوعك، دير بالك عليه. ايه 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 شو استحقت لوراق الثوره؟ هي مخدتنا هاطله. ديروا بالكم عليه شباب، الله يرضى عليكم. هذا دكتور مو حي الله. ها اوكن يوا معكم على الدرج. يلا ابو حمدي بدنا نروح على المستشفى مشان نطمن على الدكتور مو حلوه. وينك اخي؟ تعا بركي بنعمل لك شوية فحوصات على البيعة فرصة. يلا تعا. بتعرفي أختي أنا ما بحب روح على المستشفيات من يوم البرعومة. لك أخي تعا مكسب، هاي هي وصايرة. أنا معك لا تخاف تعا. ديروا بالكم أنا ما بطول. يلا تعا تقبرني تعا. شو هالعمتك هاي؟ الله وفينك نزلت مثل القضل المستعجل. يا لطيف قطعت لي قلبي قطع. بس شو كنت خايف يا ربحي تفتح الموضوع مع ابوه؟ والله كانت كشفتنا. بس الحمد لله، عن جد الحمد لله، اجت ضعفت المسكين من صالحنا. تعرف شو؟ خايف يبلع اصبعته، والله بيكون زاد الطين بله. خرب بيتك، دغري فركته ولا؟ رح تجيب الاسعاف حبيبي؟ وضريب؟ خفت يا صبي خفت، ما لقيت حالي غير عبولة طول الروحة ورجع وأنا خايف. بس شو الحال هلا؟ بشو؟ بشو؟ شو بشو؟ لسه عبالي بشو؟ وقتنا سودة. بس يجي أبوه هلا بفحصوا لنا إياه بالمستشفى وبيبين إنه ما معه شيء. لازم ندور على طريقة، لازم نلاقي حل. تعرف ربحي نحن تورطنا ورطة كتير كبيرة. يا أخي ما كان لازم نسوق فيها لهالدرجة. هلا مو وقت الندم، بنوب بنوب مو وقت الندم. فكر لنا بشي طريقة مشان نعرف شو بدنا نخلص حالنا. أنت اللي فكرت بضعفة أبوك، وأنت اللي لازم تلاقي له الحل. شوف لازم نلاقي له شي شغلة يلتوه فيها أول ما يجوا، وما تخليهم فرصة يفتحوا الموضوع بنوب. يعني مثل ما شغله بالدكتور. شو هالشغلة يا ابو صناعة؟ ما بعرف، بس هي الشغلة لازم تكون كتير كبيرة مشان يلتهوا فيها وما يفكروا باللي صار ابدا. يخرب بيتك من حالك، لك شو ضربك ابو صناعه؟ لقيتها لقيتها ابو صبيح، الفكره لقيتها. شايف لك اياها فيلم اجنبي، شو كان اسمه؟ يا قلق ما من اسمه هلا، لازم نستغل الوقت. شو بدنا نعمل؟ مو مشكله بذكرك اسمه بعدين. الفكره انه لا لا شوي هلا لقطي البوتاجاز امشي. لا تعطيها.
فكين ابتكارك شو عم تعمل؟ لك شو عم تنكر؟ لك شو عم تنكر؟ لك شو عم تساعدني؟ لك ليش؟ حالي شو بتحالي؟ لك تعمل تحتك شو هتعمل؟ يا تصلي تعي تربيت الله يا وين رايك؟ أنا شو ناوي؟ ما حالي بقول لك بيتك من هلا لك شو عم تساعد معي بعد لك مو هلا عليك لك هلا لك عم بشعر لك خلينا نكسب وقت لك لا 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 فهمنا شو عم تعمل؟ دقيقة وراجع. ما بدي اخوك ربيتك من حالك انه بعد ما اجت العصابة وفتشت البيت طبعا الشباب كانوا حاملين مسدسات ايه ومغطين وشهم بجرابات سود ليغرا نسواني ابو لمعة ايه؟ هلا وربطوكم يس وانا كمان رح تربطني لا انت تخبيت تحت التخت وما شافوك بعد شوي بتفوت تحت التخت وما بتطلع بما يجي ابوك تسمع صوته ايه وبعدين اخذوني رهينه وهن رح يتصلوا فيكم مشان يبلغوكم بالاوامر انت اهم شي بتنبه لي على ابوك انه لا يتصل بالشرطه يا لطيف لك بس مو خطره يا خطره بس شو بدي ساوي هاي هي الطريقه الوحيده اللي نتخلص فيها من الورطه هلا قبل ما اروح بنزلك تمك بالزيت لحظه ذكرت شو بعرفني وين الجلاسرين قف الباب بالصيدليه شو بده بالجلاسرين شو بيعرفني وطريب لك ليش عم تتهلك جلاسرين تحت عيونه على خدوده مشان يبين انه طول الوقت كان عم يبكي ليش ما تربطني مع صبحي مو احسن لا بركة لا سمح الله لا سمح الله صار حريق بالبيت قبل ما يجي ابوك ابن تامين يفك اخوه يا لطيف دعت لك بوسه عن جد انك داهي يا ربعي فتحي معلش اسمع من اخوك المره اوه هلا بتفوت على الغرفه بتتخبى تحت التخت واوعى تطلع قبل ما يجي ابوك ايه لانه بيقول لك ليش ما فكيت صبحي يلا سبعي يا اخي مكار شو بدك تساوي كمان؟ لزق لك تمك مشان ما تصرخ. هيك خلصنا. لا لسه في اخر شغلي. شو بقى قد شوي. يخرب بيتك من حالك نتفت النتف شو في شو بدك شو عم تساوي كمان بدي اكتب رساله تهديد هيك شي سمعني شو عم تكتب لك لحظه شوي ولادكم معنا ليه غير خطك غير خطك عشان ما يكشفوك اتصال بالشرطة انتظروا تليفوننا وين حطها احلى محل
بدك شيء؟ لك وينك وينك؟ شو؟ الله يخليك جيب لي كاسة مي كثير عطشان. بشربها، بس كيف بدك؟ ماني عطشان، روح اتكي. يلا. وينها؟ ايه، نزلي تنمي يا ترين. تلفزيون على الارض؟ لك شو هاد؟ لك مين مكسر؟ مين طبش؟ الله لا وفقكم. لعبة خربت الدنيا. لك مين هاد اللي عامل هيك؟ قل لي ولك احكي. ورقة؟ شو فيها الورقة؟ ولدكم معنا، اياكم والاتصال بالشرطة، انتظروا تليفوننا. صبحي احكي مين كاتب هالورقة؟ قولك عم اقول لك احكي مين كاتب هالورقة؟ قولك يا عالترف مين كاتب هالورقة؟ احكي يا لطيف لا تفشارات البيانين. لك احكي يا بابا، هيك تركت لو رحت لحالنا بهالبيت. شو صار؟ عم تقلي شو صار؟ دخلت عصابة على البيت ومعهم مسدسات بايديهم. يا طيب نكشوا ايه؟ البيت ونكتوا ونكتوا، ما تركوا شي على شي. ولك فهمني وين اخواتك؟ اخواتي؟ ربحي اخذوا رهيني. يا طيب وفتحي ما بعرف كان جوا بغرفتك، بعدين ما عاد شفته. لك فتحي 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 ما عاد شفته. لك يا بابا وين تركني؟ تعال تعرفكني الله يخليك وراك لحالي. فتحي لك فتحي 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 بابا. بابا رح نموت يا بابا، اجت العصابة وحاطين على وجوههم ضربات صوت بتلمع لمع ومعاهم فروت. يا بابا بابا رح نموت يا بابا. بعيد الشر عنك يا بنايا يا فتحي يا حبيبي. بابا رح نموت يا بابا. يا لطيف شو العصابة هي؟ لطيف دبح وليدي دبح. بس كأنه مو اخدين شي. ما لحقوا بابا ما لحقوا، هن سمعوا صوات على الدراج، طلعوا بعض، حطوا التلفزيون بالارض. خوش هن كانوا مفكرين ياخدوه مثل ما فهمت. بعدين اخذوا ربحي وزمطوا. ايه ما اتصلوا؟ يعني ما رن التليفون؟ لا ما رن. وهلا شو بدنا نعمل؟ لازم اتصل بالشرطة. يصدر اخيك بابا، لا تحكي مع الشرطة الله يخليك بابا. العصابة هددت كتير كتير انه ما لازم نخبر الشرطة، بعدين اوعك تنسى ربحي معه. مشكلة. هات التليفون. يستر اختك بلا التليفون. ولك اعطيني التليفون. ما بصير تاخذ التليفون. ولك هات التليفون. يا بابا الله يخليك بلا التليفون. ولك بدي اتصل بعمتك. اذا اختك ما عليه شيء. ولا عمتك ولا؟ عمتك. الله يوفقك يا ربي. الله يوفقك ييسر لك الخير يا ربي. روح الهي ما ترجع الا سالم يا ربي. انا اختي لا تواخذينا دخيلك، بنت غفيانه ما، بس ما خلاني اتصل فيكي الا الشديد القوي. لك لا انا ما بني شيء منيح، بس في مشكلة بالبيت. لك أختي معقولة أنا أضرب الأولاد؟ اسمعي أختي، دخلت على البيت لقيت في عصابة. لك أختي مسكي أعصابك، شبك بلشت بالولي؟ لسه ما حكيت شي. لا 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 الأولاد بخير،
مو كله ربحي قصدي مو كلهم اخذوا معه ربحي مشان يفادوا فيه. لا ما خبرت الشرطة لانه كاتب لي ورقة انه ما اتصل بالشرطة. لك هلا راح تحققي معي على التليفون. ايه تاعي انت واخي ابو حمدي. لك الو سكرت الخط. ان شاء الله ما بترجع الا سالم يا ربحي. يا عمتي ليش اكون شايف؟ اللي وين ابوه؟ يبليني بحمة على الشوفة. اللي لك اخي سرقوا شيء؟ اخذوا شيء؟ ما عرفتك. ابو عادل رئيس المخفى. اهلا وسهلا. قلت بطريقنا ونحن جايين نمر على المخفر نجيب معنا الشرطة. طلع أبو عادل هو رئيس المخفر كله. بالأول أخي ما عرفني بس أنا أفرته من أول لحظة لأنه كان طالبي بالصف الخامس الابتدائي من 20 سنة. مو هيك أبو عادل؟ مبلا أنسة. الأنسة شكرية بتكون أنستي بالابتدائي. هيا أنا ما تذكرتها. بتعرفوا الدنيا مشاغل وخاصة شغلنا. نحن كل يوم يمرق علينا كتير أشخاص ولذلك ممكن تكون ذاكرتنا ضعيفة. شو اللي صار؟ تتذكر أبو عادل شو أكل مني طباشات؟ طول عمره كان أزعر ومشاغب وصاحب مشاكل مشان هيك طلع شرطي. أم حمدي هلأ مو وقت الحكي. بدنا نشوف شو بدنا نعمل وخلي أبو عادل يشوف شغله. الله يوفقك. لب قال لي كسر وطبش ونكت. يا حرام شوف على الشوفة. أهم شيء هذا لمس شيء غلط بعد ما صار الحادث؟ لا كيفي بعد دار شيء كتير منيح. ما قلت لي مين كان فيه هون وأصارت السرقة؟ أبو حمدي تعا معي لنشوف شو صاير جوا. تعا لا تمسكي شيء. أنسك؟ لا ما بمسك شيء. سيدي ما صارت سرقة يعني قصدي مصاري أو غراض. بس يا سيدي أخذوا ابني الوسطاني ربحي رهينة وقالوا بدي يتصلوا. يعني هني أكثر من واحد. مين كان في هون غير ابنك؟ ما كان في غير ابني وولدين اثنين هذول صبحي وفتحي. شو اسمك؟ انا ما بحكي الا بوجود المحامي تبعي. شو اسمك؟ لحظه شوي. شكرا. صبحي. وفتحي؟ وفتحي ليك وشحق نايم جوا بالغرفة عم شخير. انت شفتن؟ لمين؟ للعصابة اللي نكتت البيت وسرقته. ربحي قال انه العصابة اللابسة هذا الليقرة بلمع على وشهم. مين ربحي؟ ربحي؟ الله لا يجيبه الا سالم مسلح. يعني كانوا مسلحين؟ يا لطيف شو كانوا مسلحين. الله وكيلك لو ما كانوا مسلحين كنت نتفت عن شعب ونتف بالبيت. انا سيدي ابو عادل يعني عدم المؤاخذة ما بدك تتصل مشان يجوا يرفعوا البصمات. الحقيقة يعني هو بالعادة هيك بيصير بس تعرف نحنا مغفر على قد حاله. يعني هاي الامكانيات ما بتتوفر الا يعني بالفرع. وبقى لبين ما يجوا من الفرع بيكون اللي ضرب هرب اللي هرب ضر اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ايوه اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. لك كيف رح تكشفون؟ هو كل مجرم الا ما يترك وراه بالعاده خيط يدل عليه ونحن منعرف اساليبهم ومنعرف كيف نجيبهم. نجيبهم على المخفر ومنحطهم عبساط الريح ليعترفوا. بساط الريح جميل ومر يا لطيف. لحظة شوي. جميل ومر.
اخي لساتهم جوا؟ لساتهم جوا. جيب لك القهوه اللي عندك ابو عادل. كلا انسى خليها عندك يا عبد الشوم، عصبتي حالك هلا بيجي بيشرب معكم. طيب منين هالمصيبة اللي اجتنا يا ابو حمدي منين؟ طول بالك يا ابو صبحي طول بالك. لك بس بدي افهم شو عم يعمل هو وياهم لهلا؟ عم يستفهم منهم، مو هن كانوا موجودين وقت الحادث؟ يا اخي بس هدول اولاد ما بينتركوا لحالهم. وحمدي وحمدي قل له هلا صار الوقت المناسب انك تحكي. بعدين بعدين شكري بعدين، هلا مو وقتها، الرجال قلبه عند ابنه. لك شو في شو يقول لي؟ ما في شيء اخي ابو صالح، ما في شيء، الله يرجع لك يا بالسلامة. بس ما قلت لي لهلا ما دقوا لك؟ ما دقوا لي، يمكن صلوا الخبر انه خبرنا الشرطة. الله يصلحك يا اخي، ما كان لازم نخبر الشرطة. هلا هذا الشرطة؟ هذا طالبي وانا استنجدت فيه، شبك كنت الثاني؟ بعدين شو بدك ترد عليه هون؟ شو ما قالوا لك فجروا. ربحي راجع لك، يعني راجع لك، طمن فكرك خلاص. الله يسمع منك. شو بك ابو حمدي؟ شو بك ساكت؟ شو بدي احكي؟ شو بدي احكي؟ الله يطفينا يا رب. سيد عزمي تفضل معي. أبو حمدي شو يلي عم يصير؟ علمي علمك يا أم حمدي. إيه الله يومك. لا 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 لا، كل هالشي بيصير عنكم وما ندرى بشي بنو. يعني ما سمعتوا شي؟ لا. وهلا ربحي عندهم جار؟ إيه نعم عندهم. ربي يحمي لشبابه شب مثل الوردة، حبوه طيوه. بس رون عنكم شي جار؟ هلا انت جاي تسالنا ولا نحن جايين نستنطقك؟ انت بس جاوب على اسئله الحكومه وقول لهم شو شفت. وينك؟ ولا بياخذوك على المخفر بيستنطقوك هنيك؟ ها وينك ابو عادل؟ خذوا خذوا واحده. طولوا بالكم انستي، قصدي طولي بالك انسي، ما لها لزوم كل هالعصبيه. مالك شايف شو عم يحكي؟ ما بده يجاوب على اسئلتك، اكيد بيعرف شيء. انا طول عمري قاعد ببيتي، كافي خيري شري من الحيط للحيط والستر يا رب. لا بشاكل حدا، ولا حدا بشاكلني. قاعد ببيتك؟ اي والله كيكي، اي ما بيطلع صوصه من يومين على الدرج الا بتكون عينك على عين الساحره، بيكون طالع شويه ضو، بمر حدا بيصير عتمه. شو معناتها؟ معناتها انه حدا حط عينه على عين الساحره، قالوا بيقول لك قاعد ببيتي وكافي الناس خيري وشري ولي على عيونك. طولي بالك انسي طولي بالك. يا استاذ عصبي خدا لجوا الله يستر، خليني اعرف عادي الرجال كلمتين. فوتي عصبني. لك فوتي اختي فوتي. وينك وينك؟ الحمد لله. تعال من لما استلمت المخفر بحارتكم بشوف هيك جريمة. لا صار يجي ولا أزيد شيء، ودقيت على الجيران مثل ما شفتوا ما حدا شافهم ولا حدا حس فيهم. كل اللي عملوا فتشوا البيت ونكتوا واخذوا ربحي معهم وراحوا، وعلى اساس يرجعوا يتصلوا. وصلن اخذينهم الساعه 2 لهلا. قد ايش صار الساعه؟ صارت الساعه 8. سيدي الساعه 8 ونص الا 5. 8 ونص الا 5، يعني زياده 25 دقيقه. نعم. من الساعه 2 ل 8 ونص الا 5، 6 ساعات و25 دقيقه. نعم. وما اتصلوا. يعني فهمنا ابو عادل شو رح تعمل؟ مالك حتتصل بالمخفر وتقول لهم يبعثوا دوريات مشان يمسكوا كل المجرمين وتقرروهم؟ طولي بالك علي انستي، ما في قدامنا غير ننتظر لينضربوا على قلبهم ويتصلوا. اي ما تتصل انت بالشرطه وتقول لهم يحطوا الخط تحت المراقبه مشان نعرف منين عم يحكوا ونروح نمسكهم؟ طولي بالك علي انستي، مو ليتصلوا بالاول؟ شكريه
أنا حاسس أول مرة أنك عم تتدخلي بشؤون غيرك. تركي الحكومة تعمل اللي بدها إياه، هي أدرى بشغلها. نحن بدنا بس الله يبعث روحي بالسلامة يا رب. أبو حمدي تركني أحكي مع طالبي. هدول الشرطة طول عمرهم الواحد بينسرق لا بيمسكوا الحرامي ولا بيرجعوا له اللي انسرق منه. ما سمعت شو حكت لنا فاطمة بنت السيروان؟ سيدي انا ما برد الا بوجود المحامي تبعي. سيدي ولك رد؟ هات لي هون انا يلي برد. كلا انسيتي لا تردي. الو شو عم تضحكوا علينا؟ ايه بس نحن كاشفينكم والله اذا بتعملوا شي بربحي. والله ما بتعرفوا شو بده يصير فيكم. انا ابو عادل تلميذي وما بيرد لي طلب. والله لا خلي يحطكم بالحبوس لا تخدخوا. انا بورجيكم بس. الو ايوه يا اخي حضرتكم مين طالبين؟ قصدي بيت مين بتكون؟ اي لا عيني لا انتوا غلطانين. وانت شلون عم تصعب على الرجال مثل ام حبيه؟ النمره غلط. انت الثاني صدقته؟ هاي تمثيليه بيعملوها المجرمين؟ اسالني انا اللي بعرف. وشلون بقى بتعرفي؟ شو اشتغلتي انت بالمباحث قبل ما انا اتجوزك؟ ولا هلا عم تشتغلي معهم وانا مالي دريان؟ لا مو هيك حبيبي. انت ما بتتابع المسلسلات، انا يلي بتابع المسلسلات وبعرف شلون بيتصرفوا المجرمين. ها هيك لك ايه طولوا بالكم، هلا وقت منعرفكم صهري. هذه اختي الله يرضى عليك. طيب اهدي وخلينا نفكر بربحي. الله لا يجيبك يا ربحي الا سالم مسلح. سيدي اخي ربحي الوسطاني المدلل. عفوا تردوا ما؟ عفوا عندي هذا الباب سيدي مو التليفون. سيدي شو؟ يمكن العصابة ايه؟ جايب الجثة وشرفتها قدام الباب. قوم محيوم قوم لأنك سيدي ما بصير مشان ما بقصر سيدي الله يسترها. حبيبي سكروا الباب. تحت الباب عصابة جاية. حبيبي عصابة يا شكري. ملعيني